حدوته كان يا مكان يا سعد يا كرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي. الخو خلاها لبست الحجاب وخافت تعلن الخبر أحسن المنتجين ما يشغلوهاش. كانت دلوعة أمها وحماتها علمتها الطبخ وما بتحبش الحال المايل. أطيب خلق الله، بس لما الجنونة تطلع قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. حريف الطاولة وحلم حياتها تمثل مع خالد النبوي، وأسانسير وقع عليها بسبب عادل إمام وبنتها فنانة مشهورة. أسرار مثيرة عن الفنانة جيهان أنور، إيه أسرار حياتها؟ يا ترى إيه علاقة الخوخ بحجابها؟ إيه حكاية الأسانسير اللي وقع عليها؟ كل ده وأكتر هتسمعوا معايا في الفيديو ده، بس خليكم متابعين للآخر. جيهان أنور قلبت السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت بعد ما ظهرت لأول مرة بالحجاب، وقالت إنها بقالها فترة محجبة بس كانت خايفة تقول أحسن ما يتعرضش عليها شغل. تخيلوا بقى إن السبب اللي خلاها تاخد خطوة الحجاب دي غريب حبتين. أصل جيهان جالها تسمم بسبب خوخة، أيوة فاكهة الخوخ، ودخلت بسببها في شبه غيبوبة كاملة. أول ما فاقت قررت تلبس الحجاب، مع العلم إنها كانت ناوية تلبسه قبل الحكاية دي، وبالتحديد بعد ما رجعت من العمرة، بس ترددت علشان شغلها كممثلة لحد ما جت الخوخة ولبسته. جيهان أنور من عيلة عادية ملهاش أي علاقة خالص بالوسط الفني، لا من قريب ولا من بعيد، بس هي سبحان الله اتولدت بتعشق الفن وبتحلم باليوم اللي هتصحى تلاقي نفسها بتمثل. لما كانت بتتكلم مع أهلها عن حلمها كانوا بيقولوا لها بلاش تحلمي علشان الوسط ده صعب تدخليه، انت عايزة واسطة كبيرة قوي، بس هي برضو أصرت على حلمها. يعني أهلها مش منعوها، لا طبعا بالعكس، كانت جيهان دلوعة البيت، بالذات إن أمها كانت مدلعاها على الآخر، لا بتقولها عملي إيه وما تعمليش إيه، بالعكس بتدور على اللي يسعد بنتها وبتعمله. فضلت جيهان تسعى علشان تدخل الوسط الفني لحد ما دخلت الثانوية العامة، وهناك اتعرفت على زميلة ليها كانت شغالة في فرقة رضا الاستعراضية، وهنا مسكت فيها بإيديها وسنانها وقالت لها خديني معاكي. وقد كان صاحبتها خدتها وقدمت فيها، وبقت فرصة ورا فرصة لحد ما قدمت في ورشة خالد جلال، وللأسف سقطت في أول ورشة ليها علشان ما كانتش ملتزمة بمواعيدها وكانت بتروح تاخد كورسات في أماكن تانية. رجعت وقدمت تاني ونجحت نجاح كبير، واشتركت في مسرحية قهوة سادة، ودي كانت وش الخير عليها لأنها بدأت بعدها مشوارها الفني، وفجأة شاركت في عسل أسود وده بقى اللي اتشهرت بيه. جيهان أنور شاركت في أعمال كتير ومع نجوم كبار زي الزعيم عادل إمام، اللي بتقول أول ما شفته حسيت أسانسير كبير وقع عليها، ما كنتش عارفة أتكلم لأني ما كنتش مصدقة أني شفته وهمثل معاه. بس بالمناسبة جيهان حلم حياتها تمثل مع الفنان خالد النبوي، وبتقول عليه معجون بالفن ونفسها شارك في أي عمل معاه. جيهان أنور متجوزة من وهي صغيرة وحظها كان حلو، حماتها كانت بتحبها جدا وعلمتها طبخ، وبنتها فنانة في المونتاج درسة في معهد السينما، بس ما وافقتش تمثل التمثيل وقالت مش شايفة نفسي فيه. جيهان أنور أطيب خلق الله وما بتحبش الحل المايل، بس لما الجنونة بتيجي قول على نفسك يا رحمن يا رحيم، وطبعا ده كلام صحابها واللي منهم الفنان عمرو عبد العزيز ورامي وحيد. وكمان هي حريفة في الطاولة، أي نعم مش دايما بتكسب بس هي بتحبها. ايه اكتر دور عملته جيهان أنور وعمركم ما هتنسوه؟ شاركونا في التعليقات.